هو نموذج للعربي الأصيل، كبير الهمة والعزم، دولة الرئيس فيصل الفايز. أنا تربيت في بيت سياسي، السياسة في دمنا. شو أهم درس تعلمته من الوالد؟ أبوي تعلمت منه التواضع، تعلمت منه سعة الصدر. كان أبوي وقتها وزير دفاع. فلما أكلت الكتلة يعني ما فرير ونورير الله يرحمه ما حسب حساب أبوي كثير. تشعر بأنه التوجه لا صاير أكثر على مواقع التواصل الاجتماعي؟ يمكن أصنف حالي إن أنا مش ديجيتال يعني. اتقي شر من أحسنت إليه، يعني اسمع الإساءة من هون وطلعها من هون. الشعب الأردني شعب طيب، ما عمرنا كنا هيك. أخدم حتى اللي بيسيء لك. بالظروف اللي إحنا بنمر فيها الآن يجب أن أخدم وطني ومليكي. ضيف هذا الأسبوع دولة السيد فيصل الفايز، نوستالجيا مع رهف صوالحة، السبت 9 مساء على عمان تي في.